لما شخص يصير عنده صدمة بيصير عنده عوارض جسدية، يعني بحس حاله أنه جسمه فيزيولوجيا تغير، بيضلوا يمكن مشنج، ممكن يصير معه بانيك أتاك، حكينا عنها كذا مرة، بتخلق بانيك أتاك يمكن هو ما بحياته كان عنده إياها، ممكن يصير عنده أوجاع معدة، يمكن يصير عنده عوارض جسدية أساسها نفسي، يعني أساسها تبقى من وراء الاضطراب. كمان الناس اللي بيصير معهم ديبرشن من بعد الصدمة لازم نحن بالعلاج مثلا نراجع معهم شوية كيف أثرت هالصدمة على حياتهم. وأهم نقطة بالعلاج هو أنه نجرب نساعدهم يرجعوا يحسوا حالهم أنه هني عندهم كنترول على حياتهم. لأنه إذا الواحد حس حاله ما عنده كنترول على حياته تقريبا بيفقد كل الريفرنسز بحياته، ببطل حس حاله أنه حياته إلى معنى، بحس حاله أنه ممكن حياته تنتهي بأي وقت، بصيروا عندهم مثل نوع وهم أنه الحياة ما حد ضاين قد ما هن مستنظرينها، يعني مثل كأنه بصير حس حاله أنه ممكن يموت قبل بوقت.